عندما ضاقت به حياة الجنوب الخالية من فرص عمل تلبي متطلبات الحياة والأسرة، شد عز العرب الرحالة إلى قاهرة المعز، وفي العاصمة لم يرحب به سوى هذا المقهى في حي عبدين. لا تشغله غربته عن أهله قدر ما يشغله توفير لقمة العيش. بيت متوسط يعني على قده في الصعيد، ولا عندنا أرض ولا حاجة، وظروفنا على قد حالها. وجيت من الصعيد طبعا، جيت اشتغلت هنا، كنت صغير كان عندي 16 سنة، واشتغلت في جميع أي حاجة. اشتغلت في مجال القهاوي طبعا، كصنعة أنا حبيتها وهواية واشتغلتها، واتجوزت في البلد تمام، وبقيت أروح واجي على البلد. بس مع فترة الدنيا والأحوال والمعيشة، المعيشة زادت، كل محدودين الدخل بيعانوا في البلد بسبب الغلاء اللي احنا فيه دوت. لأنه احنا مش غلاء عادي اللي احنا فيه ده، الغلاء اللي احنا فيه ده غلاء فاحش قرب يخلي الناس تطلع من هدومها. ضنك الحال ومعاناة يومية يشغلان عز عن متابعة ما يدور حوله، حتى ولو كانت انتخابات رئاسية وفترة أخرى من حكم البلاد، لا يعرف ما قد تحمل له وللكادحين من أمثاله. ما فيش وقت إن أنا مثلا أتابع انتخابات إيه، وكلنا بنتصارع عشان إحنا نجيب الجنيه ونستر وقتنا. ده مش أنا بس، الشعب المصري اللي هم الطبقة الفقيرة كلها. قهوة ما بين المظبوط وما بين الزيادة. شريف هذا الشاب الثلاثيني ينظر للأمر من زاوية أخرى، هو يتطلع نحو سنوات مقبلة قد تحمل معها بعض رياح التغيير، ويؤكد من هذا المنطلق مشاركته في التصويت ويدعو غيره لذلك. أعرف إن في منافس قدام عبد الفتاح السيسي، بس ما أعرفش حاجة عنه لأنه هو مش مشهور قوي، وسألت عنه فعرفت في البرامج إن هو مهندس، بس ما أعرفش عنه أي حاجة تاني. بس لازم أنافس عشان ما يبقاش يعني، لازم انزل واروح الانتخابات عشان ما يبقاش كل واحد ما بيعملش حاجه وكل واحد لا مبالاه يعني. لازم يبقى في ناس تنزل وتنتخب، ولازم راينا يوصل يعني. العد العكسي للرئاسيات المصريه قد بدا، ورغم ادراك الجميع لنتائجها المحسومه مسبقا، فان نسب المشاركه في التصويت لها نصيب من نقاش رواد مقاهي المحروسه. تقريبا هينجح بالتزكيه يعني، شكلها كده ينجح بالتزكية، لان ما فيش منافسين ليه هياخدوا اصوات تانية. انا اتوقع الانتخابات دي هتكون يعني بص اول مره تحصل في تاريخ مصر واخر مره تحصل في تاريخ مصر، لان بصراحه السيسي يعني هو انتخابنا ليه او استفتاءنا عليه ده موضوع منتهي للابد ان شاء الله. في موضوع بناء الدوله ده، لا انت اكلني الاول وبعد كده ابني الدوله بعد كده، ما تجوعنيش وتقول انا هبني الدوله، لا ابني الدوله، اكلني اكل المواطن وشبع الموطن وبعد كده ابني الدوله براحتك بقى. والله هو اللي موجود قدامنا، فما فيش غيره دلوقتي، فهو المتاح السيد الرئيس السيسي. وانا اعمل ايه طيب؟ انتخابات هتكون انزه انتخابات في العالم، دي ديمقراطيه وحريه، والحمد لله ربنا كرمنا بانظف رئيس في العالم. غياب المناظرات والبرامج بل والمنافسة بين المرشحين لا يمنع رواد هذا المقهى والعاملين فيه من طرح برامجهم وأولوياتهم. الغلاء وأزمات المعيشة مفردات دائمة الحضور على تلك الطاولات، سواء في الأحاديث العابرة أو تلك التي تعلو نبرتها وحدتها. من القاهرة محمد محي الدين، اليوم على الحرة.